نقطة على السطر مع سلطان الجنب. وقف الطفل قدام أبوه وسأله بكل حب، وين تحب الروح؟ حاول الطفل يعبر عن اللي في داخله، بس لأن سنه صغير تعبيره على الكلمات أمر بالنسبة له صعب جدا. من ذكاء الأب ساعده ببعض الكلمات اللي يعرف أنه كان حابب أنه يقولها، وبدأ التوتر يقل، وبدأ الطفل يعبر بكل ثقة. في مواقف نحتاج أحد يساعدنا عشان يبعد التوتر عنا، وما يزيد بأسئلة أحيانا تكون المقصود فيها زيادة التوتر. تصدق أحيانا أنا معاك أتوتر وأكون مرتب كل الكلام قبل ما أشوفك، بس لما أشوفك يضيع كل شيء، حتى أحيانا أنسى حتى الموضوع. بتصدق لو قلت لك كل المواضيع اللي نتكلم فيها ما أكون مركز معك، مشغلني فرحتي بوجودي معك. تتذكر لما سألتني في شيء يعتقد أنك أنت ودك تقول لي إياه؟ ضحكت وقتها. إيه في شيء، ومو شيء واحد، أشياء. أولها أني رغم كل شيء أرتبك بوجودك، وكل همي لا ينتهي الوقت ولا ينتهي كلامك. تذكر لما مرة كنا جالسين وقلت لك أنه في واحد بالنسبة لك الدنيا وما فيها، وسألتني أكثر من مرة من هالشخص؟ قلت لك راح أقول لك بوقتها. هالحين جاء وقتها، هالشخص هو أنا. أنت بالنسبة لي الدنيا وما فيها. لا تنظرني كذا، ترى تربكني أكثر. نقطع السطر. وش كنت باقول؟